باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. نواصل حديثنا عن العنوان الأساسي الذي تدور حول كل هذه الحلقات، وهو عبادتنا الليتورجية، هي ترتيل عقائدنا الإيمانية. وهذه هي الحلقة الخامسة عن موضوع سر التجسد الإلهي في النصوص الليتورجية وعند بعض آباء الكنيسة. في الحلقتين الثالثة والرابعة من الحلقات الخاصة بسر التجسد الإلهي أجبنا على سؤال طرحه البابا أثناسيوس وأجاب عنه: لماذا كان يلزم لفدائنا أن يتجسد ابن الله؟ أي أن التجسد الإلهي غاية الأولى والعظمى هي أن يفدينا ابن الله بموت الصليب وبالقيامة. في هذه الحلقة الخامسة والتالية لها، أي السادسة، عاوزين نتكلم عن بعض غايات أخرى من تجسد ابن الله عند بعض آباء الكنيسة. ما هي الغايات الأخرى غير الفداء اللي إحنا كسبناها من وراء تجسد ابن الله الكلمة؟ أول حاجة، ليجعل الإنسان قادرا على تقبل اللاهوت. يقول البابا أثناسيوس الرسولي في رسالته ضد الأريوسيين 2:59: الكلمة صار جسدا لكي يجعل الإنسان قادرا على تقبل اللاهوت. هولوغوس ساركس إجينيتو هينا تون أنثروبون ديكتيكون ثيوتيتوس بيسي. هولوغوس ساركس إجينيتو، الكلمة صار جسدا. إجينيتو دي من الفعل جنومي، أي يصير. هينا تون أنثروبون لكي الإنسان ديكتيكون ثيوتيتوس بيسي، لكي الإنسان يبقى عنده قدرة على تقبل اللاهوت. كلمة ديكتيكون هينا تون أنثروبون ديكتيكون ثيوتيتوس بيسي، ديكتيكون من الفعل ديخومي، أي يتقبل، تو ريسيف. ولكن الكلمة اللي في النص ديكتيكون أصلها ديكتيكوس، هي هنا في الجملة في موقع مفعول به بمعنى قادرا على تقبل. الكلمة صار جسدا لكي يجعل الإنسان قادرا على تقبل اللاهوت. يقول البابا أثناسيوس الرسولي: لما قبل الرب الروح القدس كنا نحن الذين نقبله بواسطته، لأننا فيه في جسده، هو أخذ جسدا من أجسادنا، كلنا فيه. فلما قبل الرب الروح القدس في الأردن كنا نحن الذين نقبله بواسطته،
ويقول القديس أثناسيوس أيضا: إذ نختم بالروح القدس فمن الطبيعي أن نصير شركاء الطبيعة الإلهية كما يقول بطرس. وهكذا فكل الخليقة تشترك في الكلمة بالروح، كل الخليقة تشترك في الكلمة بالروح القدس. ويقول القديس كيرلس الكبير أيضا: فمع أن الإبن لا يحول أحدا قط من المخلوقين إلى طبيعة لاهوته الخاص، أن هذا مستحيل طبعا، إلا أن سماته الروحية ترتسم بنوع ما في الذين صاروا شركاء طبيعته الإلهية بقبول الروح القدس. وبهاء لاهوته غير المفحوص يضيء مثل البرق في نفوس القديسين، مع أن الإبن لا يحول أحدا قط من المخلوقين إلى طبيعة لاهوته الخاص، طبعا مش ممكن لأن احنا بشر، إلا أن سماته الروحية ترتسم بنوع ما في الذين صاروا شركاء طبيعته الإلهية بقبول الروح القدس. وبهاء لاهوته غير المفحوص يضيء مثل البرق في نفوس القديسين. ومن ثم لا يقصد الآباء في شرحهم لقول الكتاب المقدس بأننا شركاء الطبيعة الإلهية هو خروجنا عن حدود طبيعتنا البشرية المخلوقة فنتحول إلى طبيعة الله، حاشا، ولكننا بالروح القدس الذي سكن فينا بالمعمودية والميرون المقدس ننال انسكابا حقيقيا من حياة الله نفسه فينا، كقول المسيح له المجد مخاطبا الله الآب: أنا فيهم. وأيضا قوله: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، وذلك من أجل تجديد خلقتنا، كقول بولس الرسول: سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، وهي الغاية النهائية التي من أجلها جاء ابن الله إلينا على الأرض. يقول القديس بولس الرسول: نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وجدت عظة للقديس أنبا مقار الكبير بيقول فيها: كما أن جسد الرب تمجد لما صعد إلى الجبل وتجلى بالمجد الإلهي وبالنور اللانهائي، هكذا أيضا أجساد القديسين ستتمجد وتضيء كالبرق. فكما أن المجد المسيح الكائن داخله قد امتد إلى جسده أيضا وجعله يضيء، هكذا أيضا سيحدث بالمثل للقديسين، أن قوة المسيح الكائنة داخلهم ستمتد في ذلك اليوم إلى الخارج وتفيض على أجسادهم. فكما أن مصابيح كثيرة توقد جميعا من نار واحدة، هكذا أيضا بالضرورة لابد أن أجساد القديسين التي هي أعضاء المسيح تصير على حال المسيح نفسه. ويقول القديس مقاريوس الكبير أيضا: كما أن النفس
هي حياة الجسد في العالم، كذلك فإن روح الله هو حياة النفس في العالم الأبدي السماوي. لهذه الغاية أكمل الرب مجيئه ليمنح النفس روحه القدوس منذ الآن حياة لها. إن كان أحد لا يطلب منذ الآن وينال نور الروح الإلهي حياة لنفسه، فإنه عند خروجه من الجسد يطرح على اليسار في مواضع الظلمة ولا يدخل ملكوت السماوات. وأما النفس التي تسلك في نار الروح القدس وفي النور الإلهي فإنها لا تصاب بضرر من الأرواح الشريرة، بل إذا ما اقترب أحدهم منها فإنه يحترق من النار السماوية التي للروح. والقول الشهير جدا للأنبا أموناس تلميذ أنبا أنطونيوس اللي بيقول فيه: ارفعوا أفكاركم إلى السماء في الليل والنهار واطلبوا من كل قلوبكم هذا الروح الناري وهو يعطى لكم، وانظروا لئلا تأتي على قلوبكم أفكار شك قائلة: من يستطيع أن يقبل ذلك؟ لا تدعوا هذه الأفكار تتسلط عليكم، بل اطلبوا باستقامة وأنتم تقبلونه. وأنا أيضا أبوكم أطلب من أجلكم لكي تقبلوه، ومتى قبلتموه فهو يكشف لكم أسرار السماء، لأنه يعلن لكم أمورا كثيرة لا أستطيع أن أكتبها على ورق. وحينئذ لا تخافون من أي أمر مخيف، بل يسودكم فرح سماوي، وهكذا تكونون وأنتم ما زلتم في الجسد كمن انتقل إلى الملكوت. وفي قول شهير قوي للقديس باسيليوس الكبير أنا دايما بحب أقوله: بسبب فرط عطاياه صرنا لا نصدق إحسانه، بسبب فرط عطاياه صرنا لا نصدق إحسانه. دي عاملة زي أب غني قوي جاب لابنه طيارة عشان يتنقل بها بين الدول يلف بها العالم، ولكن الابن لأنه إمكانياته العقلية على قده بقى يركب الطيارة ويلف بيها في أرض المطار وخلاص، فاكر يعني إنها عربية بجناحين. لكن لو كان يصدق غنى أبوه وإن أبوه جاب له طيارة كان طار بيها. بسبب فرط عطاياه صرنا لا نصدق إحسانه. ومن ثم لا توجد حدود لعطايا الرب، ولكن الأمر يتعلق بإمكانية واستعداد وقدرة قبولنا لها. الغاية الثانية من غايات تجسد ابن الله: لكي يأخذ الذي لنا ويعطينا الذي له. يقول القديس غريغوريوس النزيانزي اللاهوتي: أخذ منا الأردأ لكي يعطينا الأفضل، لقد افتقر لكي نغتني نحن بفقره، أخذ شكل العبد لكي نستعيد نحن الحرية، نزل لكي نرتفع نحن، صار مجربا لكي ننتصر نحن في التجارب، وهينا لكي يمجدنا، مات لكي يخلصنا، صعد لكي يجذبنا إليه نحن المنطرحين في سقطة الخطيئة. ليت كل واحد
يقدم له كل شيء ويصير مثمرا في كل شيء، الذي بذل نفسه فدية عنا من أجل مصالحتنا. لكن ليس أحد يقدم شيئا مثل من يقدم نفسه، لكن ليس أحد يقدم شيئا مثل من يقدم نفسه، وله دراية بسر المسيح فيصير من أجله كل ما صار هو من أجلنا. ليس أحد يقدم شيئا مثل من يقدم نفسه، وله دراية بسر هو سر المسيح فيصير من أجله كل ما صار هو من أجلنا. قديس إيريناوس بيقول: كما أن عظمته تفوق الحدود هكذا صلاحه أيضا لا ينطق به، وبسبب هذا الصلاح الفائق جعل نفسه منظورا لكي يبث الحياة في الذين يرونه، ذلك لأنه يستحيل أن يحيا أحد بدون الحياة، وجوهر الحياة كائن في الشركة مع الله، والشركة مع الله هي في رؤية الله وتذوق صلاحه. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. قديس كيرلس الكبير بيقول: صار الكلمة جسدا بدون أن يتحول إلى ما لم يكن من قبل، وبدون أن يفقد كيانه ككلمة الله، ولكنه ولد بالجسد من امرأة، واقتنى لنفسه ذلك الجسد المأخوذ منها، وذلك لكي يغرس نفسه فينا باتحاد غير مفترق، وذلك لكي يغرس نفسه فينا باتحاد غير مفترق. فلكونه هو نفس الإله والحياة قد أعتق هذا الجسد من الفساد، بل وجعله أيضا جسدا محييا. إذن فحينما نأكل جسد المسيح مخلصنا كلنا ونشرب دم الكريم، فإننا نقتني الحياة داخلنا ونصير بنوع ما واحدا معه، بل ونسكن فيه ونقتنيه هو أيضا داخلنا، ونصير بنوع ما واحدا معه. الأمر خطير جدا، بنتكلم في سر لا ينطق به ومجيد. فإزاي تقدر الكلمات تعبر عن السر؟ الحاجة الثالثة: أن الله تجسد لكي يصير الإنسان ابنا لله. قديس إيريناوس بيقول: كيف كان يمكن أن ينال الناس التبني لله وهم باقون في ميلادهم الأول الذي بحسب البشر في هذا العالم؟ من أجل ذلك صار الكلمة إنسانا وصار ابن الله ابنا للإنسان، لكي يتحد الإنسان بالكلمة فينال التبني ويصير ابنا لله. محدش يقدر يقف يرفع إيده يقول أبانا الذي في السماوات إلا أبناء الله، فإننا لم نكن نستطيع بوسيلة أخرى أن نحصل على عدم الفساد والخلود إلا باتحادنا بالذي هو عدم الفساد والخلود، حتى يبتلع الفاسد من عدم الفساد ويبتلع المائت من عدم الموت فننال التبني. قديس إيريناوس بيقول: إن المسيح قد ألف ووحد الإنسان مع الله، لأنه لو لم يكن الإنسان
قد اتحد بالله لما استطاع أبدا أن يشترك في الخلود. لذلك كان ينبغي أن الوسيط بين الله والناس بسبب انتسابه لكل منهما يعيد بينهما الألفة والتوافق، حتى أن الله يقبل إليه الإنسان والإنسان يقدم نفسه لله. فبأية وسيلة كان يمكننا أن ننال التبني لله إلا بأن نحصل بواسطة الابن على الشركة مع الله، وذلك بأن يصير كلمة الله مشاركا لنا، بأن يصير جسدا فيسترجع للجميع الشركة مع الله. قديس يوحنا ذهبي الفم بيقول: مع كونه ابنا خاصا للإله غير المبتدئ، احتمل أن يدعى ابنا لداود لكي يجعلك أنت ابنا لله. فليس جزافا أو باطلا قد وضع نفسه إلى هذا الحد إلا لأنه كان ينوي أن يرفعنا معه إلى فوق. القديس كيرلس الكبير بيقول: الذي كان قبل الدهور إلها ومولودا من الله، يقول الآب عنه إنه قد ولده اليوم لكي يقبلنا نحن فيه في التبني، لأن البشرية كلها كانت في المسيح من حيث إنه كان إنسانا. الكلام ده في منتهى الأهمية، لأنه بدون أن نفهمه لن نفهم موضوع الفداء. البشرية كلها كانت في المسيح من حيث أنه كان إنسانا. ويقول: الذي هو ابن بحسب الطبيعة قد صار مشابها لنا وأخذ شكل العبد، ليس لكي يدوم معنا في حال العبودية، بل لكي يحررنا نحن المربوطين بنير العبودية ويغنينا بالأشياء التي له، فإننا به ومعه قد دعينا أبناء لله. ويقول: جلس كابن ليجعلنا نحن أيضا ندعى بسببه أبناء وأولادا لله. لذلك فالقديس بولس الذي يؤكد أن المسيح هو المتكلم فيه يعلمنا أن ما حدث للرب خاصة صار ملكا مشتركا للطبيعة البشرية، فيقول: إن الله أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. في المرة القادمة نكمل غايات أخرى من تجسد ابن الله الكلمة الذي له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.